دي حالة اندو ايفالويشن. الحالات دي طبعا بتبقى محتاجة كواليتي عالية شوية زي ما حضراتكم شايفين. هو طبعا الكواليتي أعلى من كده بكتير في الصورة، ومع ذلك واضح هنا إن فعلا مفيش أي ميتال ارتفاكت، وواضح لي التو روتس أو الثري روتس كمان. فهنا أنا بحاول أعمل ايفالويت لكل روت لوحده. يعني أنا اشتغلت هنا ظبطت الاكسيال بتاعتي عشان اظهر الروت، فبقيت واقف في منتصف الروت بالظبط، وظبطت الانجل بتاعتي عشان يظهر لي شكل الروت ده في الكروس سكشنال كات، وظبطت الانجل في الكروس سكشن عشان تظهر لي الاريا بالكامل في السجدر ده. فبالتالي ظهر لي الروت فعلا بالكامل هنا، وواضح الليجن اللي موجود هنا، واضح الليجن اللي موجود هنا. فبنحاول نوضح الصوره من اكتر من روت. تمام، هنا طبعا عملنا الميزو بكر روت للايد، وبعد ما عملنا كده دخلنا على، طبعا انا هنا مشاور وكاتب هنا ان في ميزو بكر روت عشان برضو ممكن الصوره تبقى مش واضحه قوي الكات دي بتاعت ايه بالظبط. فاحنا هنا كاتبين الميزو بكر روت، ودي الاريا بتاعته، وهنا الميزو لينجوال روت، وبرضو نفس الكلام ظبطنا الانجل عشان تظهر لنا وضع الروت ايه بالظبط، وفعلا في ليجن في الميزو لينجوال روت، وظبطنا الانجل في الديستال روت، واضح لنا هنا الديستيال روت وضعه ايه بالظبط في الكروس سكشنال كات والساجيتال كات. وبرده بنقطع الصوره كلها الاريا اوف انترست كروس سكشنال كاتس عشان تبقى واضحه من اولها لاخرها زي الشكل ده. فدي كانت فكره عن طريقه عمل التقارير بتاعتنا، و يعني لو في اي نصيحه ليا، لو في اي طبعا معلومات ان انا اسري معلوماتي.